ليه؟ ومادام قفلتيها بتقولي لنا ليه؟ ولا فاكره انه هيطلب التاني؟ لا، ما هو عاود وقال لي لو كان ابويا هيعتبره واحد مننا يبقى هيوافق على الجواز، وان ما وافقش يبقى بيعتبره غريب واحسن له انه يهملنا ويمشي. وقلت له ايه؟ انه غريب ولا قريب؟ لا، قلت له عيب يمشي من غير اذن الكبير، ولازم يقعد يتكلم معاه راجل لراجل، وانا هوافق على اللي يقول ابويا. وبعدها جه بكري ومسك فيه. مسك فيه كيف؟ اتعاركوا؟ لا، مسك فيه قعد. ايه المهم؟ انت عاوزاه ولا لا عشان افتح ابوكي؟ حوشي ياما طوابير العرسان اللي بتتقدم لي. قولي لابويا لو قعد 100 سنه يستنى واحد من العيله علشان يتقدم لي، مش هيلاقي الا واحد مرته ميت علشان يخدمه ويخدم عيال، وانا مش ممكن اوافق بكده ابدا. واذا كان واحد مرته ميته وما عندوش عيال؟ لا، برضه لا. تبقى انت اللي حكمت بروحك على طلب عمر، لان الباشا مهندس بتاعك مرته ماتت مقتوله، وجي من بلده هارب من عاره لانه ما عرفش ياخد الطاره. عرفت ليه هو صابر على العيشه المره وسطينا؟ لانه ملوش متوى غير هنيه، وما اظنش ابوك هيوافق عليه. ما حدش يعرف قيمتك عند عمي حسان غيري انا، ويمين الله بيعزك معزه ولده مناع. وانا والله بعتبره في مقام ابويا الله يرحمه. سامحنا يا باشمهندس، انت مالك شهل؟ في حد في الدنيا مالوش شهل يا بكري؟ لا، قصدي يعني عزوه وعيله زينا كده. كل الصعيد عباره عن عائلات، بس في عيله بتبقى قويه ومترابطه، وعيله بتبقى ضعيفه ومتفرقه. قصدك تقول غلابه يعني فقره. كل عيله فيها الغني والفقير، لكن في اغنياء بيبقوا عاملين زي القرعه، يمدوا لبره، بيعطفوا على الغريب ويستخسروا في القريب. عندك حق، لولا ان عمي حسان فاتح بيته وارضنا للعيله كنا ممكن نتفرج، وكل واحد فينا يقول يلا نفسي. انا من عيله كبيره فيها متعلمين كتير واغنياء كتير، لكن كل واحد على راسه عامل كبير، استنى اخوه يقع في نصيبه عشان يشمت فيه ويعايره. عشان كده فوتهم ومش باكي عليهم. انا وقعت في نصيبه، لقيت نفسي وحدي، ما حدش سندني. كان قدامي حل من اثنين، يتحمل الذل وعيش هناك، يهمل البلد وهج. اخترت التانية عشان انساهم وينسوني، لكن لا قدرت انساهم ولا قدرت انسى حق اللي ضايع مني. ولو كنت مشيت دلوقت كنت هبقى يا قاتل يا مقتول. لا حول ولا قوة الا بالله. حياتك الباقية، سعيكم مشكور. حياتك الباقية، سعيكم مشكور يا اخواننا، ما حدش يجي لكم في حاجة وحشة. سعيكم مشكور، شكرين. سعيكم مشكور، شكرين. سعيكم مشكور، سعيكم مشكور، سعيكم مشكور. العزاء قلت تعملوه في مضيفة الناجع، وتجيبوا عجلين على حسابي وتفرقوهم على الغلابة. هو في اغلب من عياله يا ريس دياب؟ لا والله، عياله انا متكفل بيهم، حق في رقبتي، اي حاجه يعوزوها انا ملزم بيها، زيهم زي عيالي واكتر. عشت يا ريس دياب. عشت يا ريس دياب. تعيش يا ريس دياب. خد يا شوقي، تجيب العجلين تذبحهم وتفرقهم بنفسك. يلا ربنا يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نفيسه تعالي يا نفيسه، تعالي. شوف يا بنت عمي، هديك سمعتيني قلت ايه قدام الرجالة، والكلام اللي قلته هعيده تاني قصاد الحريم. تعالي، اي حاجة تعوزيها نفيسة انت وعيالك هتوصلك لحد البيت، ولو في اي حاجة فاتتني ما خدتش بالي منها تاجي على هنا، لقيتيها تمدي يدك وتاخديها من غير ما تشاوري حد، مش موجودة تنادي على رقية تطلبيها منها بالامر، مش شحاته. كتر خيرك يا كبير. كبير ايه يا اخي؟ حس ولدي همام في الدنيا. ولك منه غايب هتعمل كبير يا دياب. والله انا قلبي وكيلني عليه وخايفه ما يعاودش. ما هو لو تريحونا وتقولوا لنا هو راح فين؟ ها؟ وانتوا هتخافوا عليه اكتر من اهله؟ ايه الحديث العفش ده؟ ربنا يجيبه بالسلامة، ما طول عمره همام بيسافر وبيعاود من غير قلق. ما حيت انت عامل فيها كبير يا دياب تبقى عارف ان ولدي مش معاود، ولو ولدي معاودش في ظرف يومين
هتبقى انت اللي وضعت. اعوذ بالله، ايه الفعل العفش ده؟ ولدك مسافر ما بقالوش 4 ايام، ودول مش كتير على المشوار اللي هو رايحه. طب قول لي انا رايحه على وين؟ انا مرته ومعيادي ومن حقي نعرف. ما قال لك اسرار شغل انتيه بخره ما تشميش. خلاص خلاص خلاص، كلها 4 ايام، لو همام ما عودش انا هسافر له ومش هعاود غير وهو معاي، عشان مرت اخوي ما تفكرش ان عاوز اخد مطرحه. اكتب الله يا ديار، ان ولدي معاود سالم غانم لكون محملك دمه، لانك فضت يروح وحديه وانت عارف انه كبير عيلة. ويمين بالله اتحايلت عليها روح وياها، قال لي لا يا ولد اخوي ما سيبكش وحدك اجي وياك، قال لي لا يا عمي وجودك وياي هيشبهني قدام الحكومه في البندر. بلعت لها انا وسكت. عفوكم بعافية وكتر خيركم على اللي عملتوه مع جوزي، وكفايه ان خرجته كانت من بيتكم مش من بيته. كله مقدر ومكتوب يا بنت عمي، واي حاجه تعوزيها زي ما قلت لك عندي. خدي بالك من عيالك، وانت شهدي خد بالك من اخواتك، انت دلوك راجل البيت، اي حاجه تعوزها يا حبيبي تعالى لي طوالي. يلا يا عيالي ليكم رب اسمه الكريم. هي لي عيلتنا مسكها الشرطه وعيلة حسان في سعاده وسرور على طول جانا الهم. الفلوس اتسرقت حيزني، الفلوس اتسرقت. يا حيزني الفلوس اتسرقت. يا حسان تحوشت العمر كله راحت يا كبير. راجل يا حيزني وقعت شكا عمري راح يا لاز. فلوس يا حسان يا اخوي كيف حصل يا كبير؟ يا اخوي الحقني يا حسان. حسان حسان الحقونا يا ناس. والله ما في حد عملها غير البندريه. يا جماعه السرقه دي اول مره تحصل في بيوتنا، عمر السرقه ما كانت طبع في اهل النجم. لا حصلت قبل سابق، والبندريه نزلوا ارضنا وسرقوا محصولنا. سرقوا من جوعهم، سرقوا عشان ياكلوا، وانا شاهد على عمله همام في عيلته لما عرف بالحكايه. سرقوا من جوعهم وحديت ناصخ جريه مغاوري بتدافع عنهم عشان بقيت زيهم. ما تطلعش العيبه يا ناجي، انا واد عمك وصلب من صلبكم، واللي يجور عليكم يجور علي، واحلف قدامكم جميعا على كتاب الله اني ما اعرف حاجه عن السرقه دي. علي طلب بيت ثلاثه ما اعرف حاجه. انتوا هتتعاركوا هنا وابويا من فوق، قوموا ودوه المستشفى. قوم يا شاهين جهز ركوبه طلعني الاول الاسفلت. روق يا ناجي، ممكن ما يقبلوش ياخدوه منك لما تديهم بطاقتك، حصلت معايا قبل بده وكيف ما روحت كيف ما جيت. خلاص خد عمر وياكم، وانا كمان هاجي معاكم، انا اللي هخدم ابوي. كلنا رايحين معاكم. ملهاش لازمه اللمه، ما هياش عركه. البركه في عمر وشاهين.